مضروبة زي الحديد مضروب، زي الاسمنت مضروب، زي السكر مضروب والكلام ده. لماذا تظل الحكومة بتدلع التجار على حساب المستهلك؟ اتفضل. شكر قوي. هو طبعا يعني احنا مبتدئين قويين قوي. لا، ما هو ده الموضوع اللي شغل الناس. طبعا لان مثلا في دي رساله من سوهاج، الحديد كان قبل اخطاب الرئيس ب 4900 جنيه، اصبح ب 5200 جنيه. من 4900 ل 5200 جنيه، ده لمجرد ان الرئيس بس اتكلم عن الاسعار. لا، هو انا بس برضه احب اطمن المشاهدين ان في خطه دلوقتي بتتحط على اعلى مستوى برئاسه السيد رئيس الوزراء، واحنا مشاركين فيها. ومشارك فيها كل الاطراف الفاعله، واعتقد ان هي في منتصف الاسبوع الجاي بحد اقصى اعتقد ممكن ان هو يتم الاعلان عنها. وفي لجنه المتخصصه اللي هي برئاسه السيد وزير التموين والتجاره الداخليه وكافه الاطراف المعنيه. الموضوع محطوط له مش مجرد اسبرينه، مش مسكنات. من اهم الحاجات اللي بترفع الاسعار اللي هي الفجوه ما بين العرض والطلب. اذا الطلب زاد بطريقه غير مبرره والعرض ما كانش فيه بنفس الزياده، فهنا بتبتدي الاسعار تطلع لفوق. اتنين، اذا ما كانش ان كان اللي احنا بنطالب فيه بقالنا فتره كبيره قوي، اللي هو وجود حصه حاكمه من الدوله في السوق توازن. تعرف حضرتك الدستور الجديد قال ان الاقتصاد بتاعنا اقتصاد تنافسي، بلات اقتصاد منضبط يتبنى التنافسيه بانضباط وليست على اطلاق. وعلى فكره الانضباط في الاقتصاد ده يعني في اعتى الدول اللي هي الراسماليه فهو لهم اقتصاد منضبط. بمعنى اصح ان احنا ما كنا بنقول ايه، احنا كنت طول عمرنا بقول اسعار السلع اللي هي بتاعت محدود الدخل يجب ان هي دي تبقى محدده، او الدولة ليها نشاط حتى لا تترك في اللي هي الاليات العرض والطلب، ويترتب عليها ان الناس اللي هم في خطوط اللي هو الدنيا في المستوى المعيشي ان يتجد صعوبة في الحصول على الاساسيات. كان دايما المواجهة ازاي ان انت عايز ترجع لنا وتعمل لنا ردة وبتاع. قلنا لهم لا، احنا بنطالب دايما، احنا كان كل دايما نقول ايه، نفعل المجمعات الاستهلاكية. كان احد الاحلام بتاعتنا، لان المجمعات الاستهلاكية كان تابعة لوزارة الاستثمار، اليات اللي كان ادارة المجمعات الاستهلاكية كان بتدار بطريقة الفكر الاستثماري. انا هكسب كام، او الميزانية بتاعتي مع مجلس ادارة لما اطلعها اخر السنة هتبقى كام. ودي كان بيترتب عليها ان المفهوم البعد الاجتماعي مش واضح قوي بالنسبة لهم، غائب. النهارده لما راحت وزارة التموين ابتدت ان هي تخش بمفهوم تاني. ابتدى ان هي المجمعات الاستهلاكية اولا يتم تطويرها، ولاول مرة يتم، انت عارف حضرتك ان في حجم المبيعات اللي هي السنة اللي فاتت، انا مش معايا الرقم دلوقتي، انما اللي هو اللي احنا كنا بنتكلم فيه ان هو تضاعف في 3-4 مرات. ليه؟ لانك انت ابتديت اولا تخش تطور، تربطها بفائض نقاط الخبز، ابتدى الناس تقدر تدور على مكان الاسعار بتاعته في متناول اللي موجود. يعني في الفتره اللي الناس كانت بتقول القوطه ب 10 جنيه كان بتتباع القوطه ب 5.5، والوزير السيد وزير التموين دخل وقال لا خلوها ب 4.5. ليه؟ لان النهارده انت بتتكلم على سلع الدوله تتحمل الفارق، ان هو اذا كان في حاجه عشان تعمل اتاح. وهنا بنتكلم في الخطه اللي هي بتتكلم دي، اللي انا يعني ارجو ان انت تسامحني ان انا ما اقدرش اتكلم عليها دلوقتي، لانها بتشمل كل المناحي. بتشمل ازاي؟ ان انت يبقى عندك في كل مكان في جمهوريه مصر العربيه منافذ ان هي موجود فيها بتتاح فيها السلع لمحدود الدخل بسعر يتناسب او اقل من السعر اللي هو قيمته عشان تقدر توفر للناس احتياجاتها. فموضوع الاسعار دي انا عايز اقول لحضرتك في خلال الاسبوع الجاي، احنا ما بنتكلمش مثلا بقول بعد سنه او سنتين، لان يعني في تكليف رئاسي ان على اخر في تكليف رئاسي وهي ما تحتملش القسم على اتنين. يعني هي هتخفض الاسعار، يعني هتخفض الاسعار. الدوله داخله في عشان تخفض الاسعار، مش بطريقه اللي هي بالعصايه اللي هتعمله وبعدين بعد ما الدوله تبص الناحيه الثانيه تبص تلاقيهم التجار رجعوا نفس الشيء.